نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني الكرام، نواصل وإياكم تفسير سورة القمر، التي هي سورة ذكر الله عز وجل فيها علامة من علامات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته، كما ذكر عليه الصلاة والسلام، أو كما ذكر الله تبارك وتعالى، أن مجيء أو بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي من علامات الساعة. وقال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. في قضية اقتربت الساعة، قلنا أن الله تبارك وتعالى قال اقتربت، وقال ولم يقل توشك، أو قال مثلا تقترب الساعة، وإنما قال اقتربت. واقتربت هذه زيادة في المعنى، وزيادة في المعنى، زيادة في المبنى وزيادة في المعنى، لأن اقتربت بمعنى تحققت، وقربها كثير. ومن هذا يأتينا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود عن ابن حوالة أنه قال له الرسول عليه الصلاة والسلام، وابن حوالة هو صحابي صغير، بعثهم الرسول عليه الصلاة والسلام جماعة من الصحابة، شباب من الصحابة، بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام ليغنموا، ليأتوا بغنائم، فرجعوا وقد تعبوا جدا، تعبوا كثيرا ولم يأتوا بشيء، ما أتوا بشيء. فبشرهم الرسول عليه الصلاة والسلام، بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على هامتي وقال: يا ابن حوالة، إذا كانت الخلافة ببيت المقدس فانتظر الزلازل وكذلك والأمور العظام. هذه الزلازل والبلابل والأمور العظام، قال: وإن الساعة لن تكون قريبة يومئذ من يدي على رأسك. يعني شوف، هو كان وضع يده على رأسه، كان حاط يده على رأسه، وش قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: إذا كان الحمد لله يديكم الله يصلح بالكم، نعم أشحم واحد يقولك يرحمك الله صلى الله يرحمني ويرحمكم. إذن يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا منهج في عند الرسول عليه الصلاة والسلام، منهج عظيم. وشن هو المنهج هذا؟ شفت احنا كيف شرنا في الأحداث اليوم، قلوبنا تتقطع، اللي عنده قلب حي وعنده غير على الدين، وقضية فلسطين بالنسبة له هي قضية وجود، مش قضية حدود، وهي قضية إيمانية، مش قضية وطنية، مش قضية لغة وقومية وصراع، لا، هي قضية إما أن نكون أو لا نكون، هذا مكان حكاية عندها علاقة بديننا. إذا أكلوا سنأكل إحنا، ولو كان يكلهم يكلونا، ولو كان نصمدوا معهم ويصمدوا، ونسأل الله يكون ذلك، سنصمد ويجعل الله كيد اليهود في تتبيب. ولذلك الآن إحنا النبي عليه الصلاة والسلام عنده واحد المنهج، وش هو المنهج هذا؟ البشرى في وقت الضيق. يعني شوف، نهار تكون تأتي المصائب، وكما يقولوا تدلهم الخطوب، ويكثر الضيق أو يضيق الأمر، الرسول عليه الصلاة والسلام يبشر. شوف في حديث سراقة، لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر في الهجرة، كي كانوا خارجين في الهجرة، سراقة كان من الناس الذين يريدون أن يصطادوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن قريش حطت جائزة مالية مغرية لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، جائزة مغرية. فصار الناس يبحثون على الاصطياد، من اصطياد محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. ومن الناس الذين يعني كان في طريق الهجرة هو سراقة،
سرقة لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام راح يركض وراءهم وكاد أن يأخذ بهم حتى انغرس القوائم الفرس في الرمل انغرست، والله سبحانه وتعالى عطله. فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم معه فقال له كيف يا سراقة إذا كان يعني أن هذا الدين سيبلغ ما يبلغ؟ قال وإنه يعني لو كان يعني الدين تاعنا يبلغ فارس والروم وغير ذلك ويهدم عرش كسرى، قال سيكون لك أساور كسرى، نعطيك أساور كسرى اللي هي من الذهب والحلي نعطيها لك هدية يا سراقة. وبعد ذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام راه كما قلوا احنا مبحوث عليه عالميا، وخصصت جائزة باهظة لمن يلقي القبض على الرسول عليه الصلاة والسلام في ضيق ضائقة، وتعلم أنه لو قبض لقتل، يعني لو يقبض على النبي عليه الصلاة والسلام صادر في حقه حكم بالإعدام. هذاك الحكم هذاك مخيف، مخيف بالنسبة للإنسان في ضيق. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام راه الآن في ضائقة والناس تبحث وتطارده وهو يستبشر بالخير في النهاية. قالوا سيأتي يوم يا سراقة وسنحتل فارس، انت راك رايح غير زوج والناس تحوس عليك وانتم غير محسوبين على يد الوحدة، وصحابك يقتلون في مكة ويعذبون، وقليل منهم راهم مشردون في الحبشة، وقليل منهم قد سبقوا إلى الهجرة هربوا فروا مساكن بدينهم، واللي مات ماتوا اللي قاعد وراه النصر. والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر ثقة في الله، الثقة في الله تولد الأمل، الأمل لا يأتي من الأمان الكاذبة، الأمل الحقيقي يأتي من الثقة بالله تبارك وتعالى. ولذلك شوف الناس عندهم نوعان من الأمل، أمل مكذوب وأمل صادق. الأمل المكذوب هو الذي تبنيه أنت على الأكاذيب، مثل الذين عندهم قضية البرمجة العقلية والبرمجة اللغوية وبرمجة الشخصية. هؤلاء يقول أنا قوي وأنا أفعل وأنا أفعل، فيبني أمله على ماذا؟ على نفسه. وإحنا تكلمنا وتعلمنا أن الإنسان بمجرد ما يقول أنا يتخلى الله عنه، فكونك تتكل على أنا الله عز وجل يكلك إلى نفسك. وأنت من؟ أنت العبد الضعيف الذي قال الله عز وجل عنك وخلق الإنسان ضعيفا. وهناك أمل، وهذاك سرعان ما يكون خيبة أمل، هذاك الأمل المكذوب الذي يبنى على المعلومات والأسس الكاذبة سرعان ما تكون نهايته سرابا. وهناك أمل ماذا؟ أمل محقق. الأمل المحقق الذي والله الذي لا إله غيره لزوال الدنيا أهون من أن يحقق موعوده لعبده، هو الأمل الذي ينبني على الثقة بالله تبارك وتعالى. وليعتصم بالله عز وجل ويتوكل عليه فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ يكفيك الله عز وجل. ولهذا لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في ضائقة أخرى، وشوف فريق تاع كسرى، في تاع كسرى جاء عمر بن الخطاب بعد ذلك، شوف جاء أبو بكر الصديق وجاء عمر وفتح فارس وجاب الأساور وعيط لسراقة وأعطاه الأساور، قالوا هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كم من سنة؟ أكثر من 20 سنة، أكثر من 30 سنة، يجي عمر بن الخطاب وهدم وكسر عرش كسرى وأخذ الأساور، أساور كسرى، وجابها لسراقة وأعطاها إياه، قال هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد سنوات عدة النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا. ونفس الشيء الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في ضائقة من أمره، ضائقة حيث تكالبت عليه قريش بالإشاعات، ينزل عليه الله سبحانه وتعالى موعود جميل جدا، وقد لا يوجد آية فيها مؤانسة وطمأنينة للقلب مثل هذه الآية، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وش قال ربي سبحانه وتعالى في هذه السورة؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني سيأتيك الله عز وجل بالخير وترضى، يعطيك حتى ترضى. ونحن البشر احنا عباد الله نستنى وربي احنا نرضاه، الأصل وش يعطينا؟ نرضاه،
لأنه أعطى الله. أنت ما تستطيع أن تحكم على الله، ولكن الله حتى يجاملك حتى يؤانسك يقول لك الله سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ونفس الشيء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن حوالة هنا لما جاءوا الصحابة راحوا يغنموا ورجعوا متعوبين ولم يغنموا شيئا، يعني جاءوا في خيبة أمل، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي، قال وضع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على هامتي وقال يا ابن حوالة إذا كانت الخلافة ببيت المقدس، يعني راح تكون خلافة ببيت المقدس كما قال الله تبارك وتعالى، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة. هنا شكون اللي جاهم من بعد؟ جاء عمر بن الخطاب وعمر بن العاص والصحابة رضي الله عنهم، ووقعت معركة اليرموك وأجندين ودخل الصحابة فاتحين، ولهذا قال الله وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. العلماء وش يقولوا؟ يقولوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، بعض أهل العلم يقول هذه لم تقع بعد، وسيدخل الناس إلى المسجد كما دخله عمر بن الخطاب. بماذا؟ بالقوة، سيدخلونه بالقوة، وسيأتي الدجال ومعه 70,000 من يهود أصفهان من إيران، 70,000 يهودي من إيران يأتي يدخل مع الدجال، لأن الدجال يهودي، ويدخلون إلى بيت المقدس، هذا المكان الذي هو صراع الزمن الفائت والصراع الزمن القادم، يعني محل صراع، وهي أرض المحشر والمنشر، وعندنا علاقة فيها في الدين تاعنا، مش علاقة قضية فلسطينية فقط، مش قضية دولة، قضية أمة هذه. ولا يغلط الإنسان، وبنو إسرائيل مذكورون في القرآن 41 مرة، يا بني إسرائيل يا بني يعقوب، ولا يوجد دولة اسمها إسرائيل، لا يوجد هذا، لا نسمي، كان دولة اليهود، قولوا هادو يهود، هادو صهاينة قتلت الأنبياء كما سماهم الله تبارك وتعالى، وتقتلون النبيين بغير حق، ولما قتلوا يحيى بن زكريا جاءهم موعود الله عز وجل فجاس عليهم الناس ودمروهم تدميرا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وستكون الخلافة في بيت المقدس. كي تكون الخلافة وش يسرى؟ تكون الخلافة قال فتكون الساعة قريبة كما أقرب من راسي ليدك، هو حط يده على راسه، هاو الراس تاع ابن حوالة رضي الله عنه، والنبي اسمه حط راسه هكذا، قالوا ستكون الساعة يومئذ أقرب إليكم من يدي على رأسك إلى رأسك، يعني راح تكون الحالة قريبة بزاف. ولهذا إذا كانت هناك، يعني إحنا لما إن شاء الله عز وجل ربي سبحانه وتعالى كما قال لا تقوم ساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى تقاتلوا اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي من ورائي فتعالى فاقتله، فيأتي المسلم فيقتله. وهذه كلها حقائق ثابتة في صحيح مسلم وفي غيره عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقتش ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكرها عندما كان الناس في ضائقة، عملية التبشير، وهذا بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام قرب الساعة. ونحن هذه الأحداث التي تقع والله لا نعتقد فيها إلا أن الساعة قد اقتربت. يقتل القتل، يكثر القتل، قال النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الهرج، قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، حتى يقتل الإنسان ولا يدري فيما قتل، ويقتل الإنسان ولا يدري فيما قتل. احنا عندنا هذا الأسبوع واحد قتل أمه حرقها بالنار، حرقها ما على بالوش، العقل بعيد. أبناؤنا اليوم عقولهم غير حاضرة، كيف ينصرون قضية مثل هذه القضية، قضية فلسطين؟ أبناؤنا اليوم يحضرون المباراة ودية، مباراة ودية البلبلة فيها
في وسائل إعلامنا نحن هنا وفي الأوساط وفي المقاهي أكثر من الكلام على غزة. مباراة ودية يعني وقتاش نقعدون هكذا ماشيين في اللهو واللغو؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كيفاش هذا؟ كيفاش نولوا نقعدوا حياتنا كامل احنا نلعبوا حياتنا كامل؟ احنا ما رانا نحرموا رياضة، ما رانا نحرموا الخير على الناس، رانا نديروا الرياضة ونلعبوا. انا كنت ندير في الرياضة وجيت ندير درس عادي، مش مشكلة. لما تولي الرياضة هي الدين تاعك هي المشكلة. تولي الرياضة دينك، دينك وش معناتها دينك؟ ديدانك تهضر عليها الصباح والعشية وتتبع الأخبار تاعها وكذا. الناس تموت، وليدك أنت كيفاش يحمل القضية الفلسطينية في قلبه؟ أنا أقول لك هي قضية إيمانية، قضية إيمانية. الآن شوفوا أولادنا لكم راهم لاهيين بغزة، أم لاهيين أولادنا بقضية فلسطينية؟ راهم غارقين في العشق والاتصالات والأمور الألعاب، وداخلين في الألعاب الإلكترونية ولهين له والله المستعان وخلاص. كي يشوف الأب نتاعو يتبع في البالون، تبع في الكرة، كيفاش وليدك انت يا يشوفك انت ماكش لاهي اصلا بقضيه فلسطين، وما حكيت له حتى حاجه عليها وما على باله بحتى حاجه. هو بالنسبه له عباره عن صراع سياسي وسلام وخلاص. وربما كاين منهم دركا من ابناء وطننا اللي عايشين، هذوك ابناء فرنسا هذوك الدرك هما راهم يقولوا على غزه بانهم ارهاب وخلاص، لانهم بلعوا، راهم بلعوا. انا سالت ابنائنا جزائريين، اولاد الجزائريين، سالتهم وهم يدرسون في فرنسا ويعيشون في فرنسا وزادوا في فرنسا، قلت له يا وليدي نسألك سؤال، انت جزائري؟ قال لي. قلت له تعرف النشيد الجزائري؟ قال لي ما نعرفوش. قال لي انا حافظ نشيد فرنسي. صح. قلت له نسألك سؤال، تعرف تاريخ الاستعمار في فرنسا للجزائر؟ قال لي انا ما نعرفش بلي كان استعمار. قال لي انا اللي قريت في المدرسه تاعهم بلي كانت بلاد فيها ناس كالوحوش ما يستهلوش هذيك الثروات، رحنا حنايا رجعناهم عباد، درنا لهم سكه الحديديه للصحراء وكذا ورجعناهم عباد، ودرنا لهم دوله كما ما يقولوا هما يصرحوا درك. الان دير في بالك بلي وليدك او يقرا لهيه راهو يرضع من عندهم. سما راهو هذاك، دير في بالك مستحيل هذاك الانسان راح ينصر. يا وزير الدفاع تاع امريكا الان جدو، جدو وش هو؟ مسلم افريقي. انت تاني كي تعيش في فرنسا احفادك راح يخرجوا هما، دوك وزير الداخليه تاع فرنسا شكون هو؟ شكون هو؟ جزائري. سما دير في بالك باللي انت لما تكون عايش في بلاد الكفر احفادك سيخدمون الكفر. احفادك ماشي كيما انت، انت ما عشت شويه لهنا وطلعت، عندك شويه هذيك الحومه والدنيا والاذان وتربيت الجامع ورمضان وصلاه العيد، عندك شويه الريحه. ولادك ما عندهمش الريحه، ولادك مباشرة يتصبغوا بصبغة الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، لأنهم راح يعيشوا في المدرسة أكثر ما يعيشوا معك أنت. تتوكل وتشرب برك، ما تزيدش حتى حاجة، لا تأمر ولا تنهى. إياك أن تأمر وتنهى ينحوهم لك. ولهذا الآن ديروا مليح في بالكم باللي هذه المعيشة راهي موجودة الآن في الجزائر. ديروا مليح في بالكم باللي كاين فئة كثيرة راهم عايشين معنا بالأجساد فقط، تلاقوا معاهم يهضروا مع أولادهم بالفرنسية، ما يعرفوا لا قضية فلسطينية ولا يعرفوا الدين ولا يعرفوا الصلاة ولا يعرفوا حتى حاجة. ما يعرفش يقول حتى السلام عليكم وهو عايش معنا هنا، وهي فئة كثيرة. وهؤلاء الناس يظنون في أنفسهم أنهم مثقفون لأنه يتكلم بالفرنسية وزوجته بالفرنسية وولاده بالفرنسية، وهو عايش في الجزائر وهي جزائرية وهو جزائري وولاده جزائريين ويتكلموا بالفرنسية. ويتمنى، يتمنى أن الشعب هذا كامل يولي يتكلم بالفرنسية. كيفاش ينصرنا الله؟ منين يجينا النصر هذا؟ منين؟ ما كاينش تربية إيمانية يا إخواني الكرام. رانا بعاد. مانيش نفشل فيك، راني نعطيك في الواقع. أنا دائما كي نقول هذا الكلام نقول يا ربي حنا رانا بعاد، أعطينا كاش نصر هكذا هدية من عندك برك. أعطيه لنا من عندك، انصرنا بلا ما نديروا حتى حاجة حنايا. خاطر حنا هكذا باش نديروا ما قدروش نديروا. حنا لو كان قدر ربي يدخلنا مستدمر دركا عدو، كاين كثير من أبنائنا يبيعنا، يبيع البلاد، يبيعها هو يبيعها. لانه هو في ذاته كاين ناس مازال تقول كان غير قاعده فرنسا، درك يقولوها الناس. كاين ناس يقولوها درك، يقول لك غير قاعده فرنسا، علاه؟ لانه يحب الدنيا ولا همه في الاخره. يحب ياكل يشرب مليح والغناء والسهرات والاباحيات وكذا وخلاص، هذا مكان، هذه حياته، حياه بهيميه. اما الذي يريد الاخره يفكر في امه الاسلام. كي انه طفل صغير ملهيه ولا يبكي طفل صغير في اي بقعه من بقاع العالم
هذاك الإيمان يخليك تتحرك أنت كأنك أنت الذي أصبت. ما تقولش أنا الحمد لله إحنا رانا سلامات، ما رانيش سلامات وما رانيش ملاح ما دام إخواننا يموتون بهذه الطريقة، لأن إحنا عندنا إيمان يجعلنا كالجسد الواحد، إذا تضرر عضو من الجسد تضررت سائر الأعضاء، وهكذا نحن نتألم، هكذا المؤمنون. كي تشوف الأمة تتألم اعلم أن الأمر رانا على خير إن شاء الله. وإحنا اليوم يا إخواني الكرام رانا نرتكب جريمة عظيمة جدا، وهي أننا ما عملناش عملية تمرير لهذه القضية لأبنائنا. وسيأتي جيل، لو كان نكملوا بهذه الطريقة سيأتي جيل يسلم مفاتيح الحصون الأخيرة لبلاد الإسلام، سيأتي جيل لا يبالي أصلا. وبدأ يظهر هذا الجيل في بعض البلاد التي تطبع، كي تولي انت همك الدنيا ولا يهمك الآخرة، يخرج عليك التطبيع خير، التطبيع أحسن. كون جينا احنا نتبعوا غير الدنيا، ما يهمنا لا بالقيم ولا المواقف ولا المبادئ ولا حتى حاجة، وش نديروا؟ التطبيع خير لنا، روح نطبعوا خير، يعاونوك اقتصاديا، يعاونوك ماليا، يوقفوك، يديروك عسكريا كذا، ومن بعد يرميوك رمي الخرقة، كي يكملوا ينشفوا بك يرميوك كي تشلي قالك. هكذا التطبيع، اللي يتبع الدنيا يكون هكذا. احنا ما نتبعوش الدنيا، احنا لازم نعاود نرجعوا الى الله باش نولوا ما نساوموش، واحد ما يساومنا من بعدها. اما الشعارات هذيك الكاذبه والحماس هكذا يا برك لا ينفع شيئا، لازم العمل، لازم عمل دينا ودنيا، لازم عمل، لازم اننا نراجعوا انفسنا، ولات الامور يراجعوا انفسهم، يراجعوا هذيك الكوادر وهذيك الطاقات التي هربت من البلاد، لازم ترجع وتخدم في بلدها ترسانه عسكريه باش تولي قوي، وهي اللي تعطيك التكنولوجيا والتقدم. لازم نقيموا اهل العلم باش يربيونا الامه، لازم اهل العلم هو الاول اللي تحطوا الاول، ماشي هذاك الانسان اللي لهيلك الناس وتقول عليه فنان قدير، والانسان اللي علم الناس الخير هذاك هو اخر حاجه في القائمه. لازم نعطيه لاهل العلم قدرهم، عندنا علماء كثر في بلدنا لا ذكر لهم ولا يعرفهم احد، عندنا كثير من العلماء، عندنا طاقات قامات عظيمه في العلم في بلدنا، ولكن لا احد يعتبرهم، واحد ما عاطي لهم قيمه ابدا. وكي تروح تشوفهم يشاركوا في المؤتمرات ويشاركوا في الندوات والدروس والمحاضرات في الخارج ينبهر منهم الناس، وحنا لهنا اليوم واحد فينا ما يعرف واحد فيهم. عندنا اساتذه في الجامعه قوه عظيمه في العلم، تسمع منه شيء عجيب جدا. عندنا ناس يفجرون الدنيا بالعلم، هذوك الناس لا قيمه لهم، واحد ما يعطيهم قيمه. شكون اللي انا عاطيين قيمه؟ رانا مقدمين اهل التفاهه، مقدمين الذي يؤثر في الناس سلبا ويعلمهم التفاهه والسفاهه، ويعلمهم الرقص، ويعلمهم اللغو واللهو، ويعلمهم الكلام الفاسد. كل مره يخرجوا كلمه حتى امتلأ قاموسهم بالكلام الساذج، يعني كلام ابنائنا اليوم يتكلمون بألفاظ ساذجه لا تدل على فهم ولا تدل على قيمه ولا قيم ولا مبادئ. منين راح يجيك النصر؟ هل هؤلاء الناس ينصرون قضية؟ أمة تنام بالليل، يعني تنام بالليل والنهار، في ليلها ينام قلبها ويموت قلبها وتحيا الجوارح في المعاصي، وفي النهار ينامون عندما يأتي الأذان، بمجرد ما يقول الصلاة خير من النوم لسان حالهم يقول النوم خير من الصلاة، وبعد ذلك ينامون حتى يبول الشيطان في أذانهم كما قال عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الناس ينصرون قضية؟ أبدا. أما اليوم يتكالبون شياب شياب فضلا عن الشباب، يتكالبون ويتنافرون ويصرخون ويتجادلون ويناقشون في مجرد مقابلات في كرة القدم فقط، صباح ومساء يتكلمون كأن الدنيا رح توقع. كي تسمع الصراخ وتسمع الكلام، كي تقرب ليهم مجرد ما يتكلموا على مقابلة، هذا شراوه هذا باعوه، يتكلموا على العبيد اللاعبين، استغفر الله، على اللاعبين يتكلموا بلي هذا شراوه وهذا باعوه، هكذا يتكلمون. هم عبيد، عبيد غاليين برك، بيع وشري، ولينا هكذا، ولينا الجاهلية الجهلة، بيع وشري. فهذه التي هي تأخذنا إلى الفساد. نشجع الرياضة ونعاون الناس يلعبوا مليح ما شاء الله، بصح ما رجعوهاش الدين، هذه مصيبة، هذه ما تخليناش ننصروا قضية. تعرفوا يا إخواني الكرام، روحوا شوفوا الآثار الرومانية وغيرها، روحوا شوفوا
ربي سبحانه وتعالى أغرقها ودمرها ما بقي منها شيء. أبقوا زوج حوائج في الآثار، روحوا شوفوا جميلة وشوفوا بعض الآثار الموجودة في بلدنا، ولا روحوا لإيطاليا ولا أي بلد اللي فيها الآثار الرومانية، وش تلقوا؟ تلقوا بأن هذه الآثار الله عز وجل هدم كل بيوت راحت، ما بقي شيء. الشيء اللي بقى هي الحمامات الجماعية، لأنها كانت ترتكب فيها الفاحشة، كانوا يقضون حاجاتهم جماعات جماعات، يجلسون ويقضون حاجاتهم ويتحدثون، مرحاض جماعي. وكان عندهم شيء وهو اللعب، اللعب يجيبوا الناس يشروهم ويبيعوهم، يشرون ويبيعون. وهذاك البطل اللاعب البطل هذاك الفنان القدير كما نقولوا احنا، يجيبوه تما ويديروا المصارعة وناس تتفرج. هذوك لي تريبين، هذوك المدرجات إلى يومنا هذا ما زالت. وكأن الله عز وجل قال لنا انظروا ما أهلك هذه الأمة، هذه الأمة أهلكتها بسبب لهوها ولعبها، بسبب الفساد الجماعي وبسبب اللهو واللعب، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. قعدت غير هذيك عبرة لنا احنا، ولذلك ربي سبحانه وتعالى أعطانا قال فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. روح شوفهم وشوف الآثار وتعلم وقول لماذا أهلك الله هذه القرى. كي تدخل تشوف الآثار هذه ما تروحش تلعبها قاولي تبدأ تقول لي أنا وعندهم تكنولوجيا كيفاش كانوا بكري كده، خليك من هذيك الحكاية. كي تشوف هذيك كي تروح تشوف الآثار، ربي قال لك فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا. وقال الله عز وجل فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا. يعني شوف ربي قال إن هذو الناس قد ما تطلعوا تهبطوا كانوا أغنياء عليكم متطورين، وأهلكتهم لما أغضبوني فلما آسفون انتقمنا منهم. كي غضبونا انتقمنا منهم، كأنه يقول لك إياك أن تغضبني فأنتقم منك كما فعلوهم. هذا هو العبرة، احنا لازم لنا نحكم طريق الله سبحانه وتعالى حتى ننصر هذه القضية. ولازم لنا الدعاء يا إخواني الكرام، لازم نكثر الدعاء، لازم نقوم الليل، لازم نتصدق في النهار ونتقرب إلى الله عز وجل ونبكي لله سبحانه وتعالى ونظهر أننا نتألم ونقول ربي سبحانه وتعالى ينصر إخواننا ويدمر عدوهم ومن عاونهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركز على بيان قرب الساعة، ولكن في طيات ذكر قرب الساعة كان يبشر الناس بالخير إن شاء الله. وإحنا أمة أبشر بالخير، أمة تمرض ولا تموت، أمة تعنى تمرض بس ما تموتش. وإلى يومنا هذا شباب كثر في المخدرات وفي اللهو وفي اللعب وفي العلاقات غير شرعية، ومع ذلك قلوبهم حية وما زالوا الآن إلى يومنا هذا يريدون نصرة القضية الفلسطينية. الحمد لله كاين ناس وكاين نساء ورجال، لله الحمد والمنة، ما زالت الغيرة في قلوبهم، ولكن يجب علينا أن نصحح المسار ونبين للناس أن هذه القضية ليست قضية قومية، ليست عرب ضد أعاجم، وليست قضية دولية، ليست قضية دولة وإنما هي قضية أمة، وليست قضية حدود وإنما هي قضية وجود، وليست قضية وطنية أو لغوية وإنما أو تاريخية وإنما هي قضية إيمانية عندها علاقة بثاني مسجد بني بعد رسول الله، بعد المسجد الكعبة المسجد الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. قال أبو ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المساجد بني أولا؟ قال المسجد الحرام الكعبة. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى أو بيت المقدس المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 عاما، 40 سنة ما بين المسجد الأول والمسجد الثاني. هذا ثاني مسجد وأول قبلة، أول قبلة، أول قبلتين، يعني هو الأول الذي كنا نصلي إليه، قلوبنا متعلقة به، هو الذي اتصل بالسماء، المكان الذي اتصل بالسماء، مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك المعراج، منه طلع النبي عليه الصلاة والسلام، هو النقطة التي صعد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، صعد فيها إلى السماء، وهو المكان الذي تناوب عليه الأنبياء من لدن إبراهيم عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث فهم الصحابة ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام حول ساكنيه أنهم مباركون، وقال عليه الصلاة والسلام إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. فلسطين من الشام، لأن الشام هذه فيها الأردن إلى ما وراء النهر، وزيد على ذلك
فيها سوريا إلى مكان محدد كذلك، وفيها جزء من لبنان، وفيها فلسطين كلها من الشام، فلسطين كلها من الشام. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وزيد على ذلك أن الأنبياء كلهم، ملك سليمان كان هناك، وإبراهيم كان هناك لما هاجر بعد عذاب لوط، قوم لوط راح إبراهيم عليه السلام فاستقر هناك، وقوم كنعان الذين هم العرب هم أطول الناس مكوثا في ذلك المكان. وهذه أمور تاريخية، إلى قدرنا ربي لعلنا ندير دورة ونجيب ناس متخصصين حتى نحيي الأمر في نفوس أبنائنا. لازم نعود نحييه هذه الأمور ونديروا الدورات ونبينوا للناس بالرسومات شكون اللي عاش تما، وكيف كان غزو الفارسيين والرومان واليهود، وكيف كان كذلك بعد ذلك بطش الأشوريين، وكيف كان حياة بني كنعان واللي هم العرب الذين أطول الناس مكوتا في هذا المكان، وكيف أن العرب عاشوا فيها حتى أوقات الاحتلالات التي مرت. الجنس الوحيد الذي لم يغادر بيت المقدس هم العرب، كلهم لما يهزمون يذادون مثل اليهود، يذادون عن ذلك المكان، إلا العرب هم الذين كانوا أطول الناس مكوتا في ذلك المكان. ملك سليمان له قصة في ذلك. وزيد على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أن الخلافة تكون في بيت المقدس، وبين النبي عليه الصلاة والسلام فضل الشام، ماذا فعل الصحابة؟ فهموا الأحاديث، راحوا كم؟ 10,000 صحابي دخل الشام، 10,000 صحابي دخلوا الشام ونقلوا الخلافة وضعوها في الشام. كانت الخلافة بعد ذلك في عهد معاوية في الشام، وبعدها اليهود جاءوا بعد مدة أو بعد صلاح الدين والحروب الصليبية، جاء اليهود بعد ذلك واحتلوها في الأربعينيات بعد معاهدة 1907، ثم بعد ذلك في الأربعينيات أخذ اليهود بعد هذه الوصاية الإنجليزية لعنهم الله أجمعين، الذين تآمروا علينا بعد ماذا؟ بعد خذلان عظيم من المسلمين. على هاد راحت كيما راحت الأندلس، بيت المقدس على راحت في اليهود، تحن بالك كيفاش راحت؟ ضعفنا احنا، ربي عز وجل قال انتم الأغلبون وانتم الأقوى، كي تضعفوا انتم يولوا قويين، يعني احنا لازم نكونوا أقوياء. كيف نقوي أنفسنا؟ أولا بالإيمان، ثانيا أعدوا لهم، لازم تخدم ترسالة عسكرية، لازم تقوي نفسك. ولكن هذا متى يكون؟ عندما نحبوا احنا الآخرة، نعيشوا الآخرة. إذا عشنا الدنيا كما رانا درك هكذا نتاكلوا ونتكالبوا ما نشوفوش النصر إلا أن يشاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال بل أنتم يومئذ كثير، مليار ونص مسلم أو أكثر. وزيد على ذلك وشن هما؟ غثاء كغثاء السيل، قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويقذف الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. احنا اليوم نحب الدنيا ونكره الموت، فكتب علينا الوهن، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله يرفعه عنا. قال لينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. العدو تاعنا يولي ما يخافناش، يولي يستهزئ بنا كيما يحب، ما يخافناش. في يوم من الأيام كان العدو يخافنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر. هو كي يتحرك على شهر 1000 كيلومتر، العدو هكي يدير، العدو خايف، العدو ب120,000 والمسلمون ب40,000 هاك خايفين منهم بالرعب برده غير من الخلعة. الحق النبي عليه الصلاة والسلام قال له خلاص وش تحب نعطوك خلاص، ولات الرهبة فقط هذا مكان. ولو المسلمون عندهم قوة يخوفوا، باش يخوفوا صدور ممتلئة بالإيمان، صدور لا تخاف من الموت، تعشق الموت كما يعشقونهم الدنيا والحياة. لما نولوا بهذيك الطريقة نقدر ينصرنا الله. ونقول لك واحد الكلمة، والله الذي لا إله غيره إذا التزم العبد دين الله، والله 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 عندنا يقين يفوق الخيال أن الله سبحانه وتعالى سيبني للإنسان مستقبلا عظيما، سواء كان فردا أم جماعات. الأمة إذا نصرت الله سبحانه وتعالى وأقامت دين الله ورجعت إلى الله عز وجل وتبنى توبة جماعية، والله الذي لا إله غيره لا يأتينا نصر الله سبحانه وتعالى ولو بعد حين، يعني مستحيل لن يتخلف نصر الله، لأنه ملصق مع بعضه، إن تنصروا الله ينصركم
ملاصقين مع بعضهم. يعني بمجرد ما تنصر دين الله ينصرك الله سبحانه وتعالى. أما أننا اليوم يزيغ بنا كثير من الناس في المفاهيم، يقول لك هذه يا قضية تاع دولة، احنا خاطئين. لا، احنا كي تجي قضية الإيمان لا حدود لنا، عندناش حدود، ولكل بلد الإسلامي بلدي، لأن احنا مسلم، المسلم يتأذى للمسلم. والأمر الثاني، شوف التضليل، شوف التضليل الذي سبقونا إليه، احنا ما نعلموش ولادنا. شوف نعطيك مثال، قبة الصخرة أو الصخرة التي نقاها عمر من تدنيس الرومان. الصخرة، وش هي الصخرة؟ الصخرة هو مكان قريب من بيت المقدس، من المسجد الأقصى، وبيت المقدس هو المسجد الأقصى، بيت المقدس هو المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، هو اللي ذكر ربي في القرآن. والصخرة اللي داروا لها قبة دركا، احنا لا تهمنا القبة، تهمنا الصخرة. الصخرة هي المكان الذي عرج به النبي عليه الصلاة والسلام، عرج به إلى السماء، جاءه جبريل وطلع النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء، يعني المكان الذي اتصل بالسماء هذيك الصخرة. وبيت المقدس الذي عندنا فيه الفضل، والذي احنا همنا في بيت المقدس، همنا في بيت المقدس. الصخرة أمر تاريخي، احنا بيت المقدس أمر تعبدي، لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، من بينها بيت المقدس، صلاة فيه بخمسمائة صلاة، نسأل الله يكتب لنا وإياكم فيه الصلاة. هذا المسجد هذا الذي هو عبارة عن مسجد مبارك، كان أول المساجد، أول قبلتين، وهو الذي الآن عندنا فيه نحن نعتبره أنه من ديننا ومن عقيدتنا. فلذلك يجب علينا أن ننتبه بأن هذاك المكان، هذاك المكان اليوم، وإحنا وش يديرنا؟ كم من الناس يديروا هذيك الصورة تاع القبة مذهبة، يديروا صورة قبة مذهبة ويظنون أن هذا هو المسجد الأقصى. هذاك ماشي المسجد الأقصى، هذيك قبة الصخرة وحدها. احنا علاه قلك علاه دليل على ما نفهمين حتى حبه، ما نفهمين والو. حتى ولو المسلمين اليوم واش يقولك؟ اي يقولك بصعب كي تقرا التاريخ تلقى بيت المقدس تاعهم على بالك، يقولك تسمى تاعهم علاه ربي يذكرهم، ماشي هما هذوك. هذوك موسى قال وورثنا، قال يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم. وزيد على ذلك ربي سبحانه وتعالى قال وورثنا بني إسرائيل، وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ودمرنا ما كان يصنع فرعون. بعد ما ربي نجاهم من فرعون وعمله قال روحوا اهبطوا، روحوا نزلوا الأرض المقدسة، ادخلوا الأرض المقدسة. ما هي الأرض المقدسة؟ التي هي الآن فلسطين، نزلوا فيها في بيت المقدس. ولكن الأولوية لمن؟ للمسلمين. الله عز وجل كتب أن هذا الدين، الدين الحقيقي هو الذي يكون في بيت المقدس. كي كان سليمان كان الدين الحقيقي، الأنبياء كانوا ينزلون في بيت المقدس، يتداولون بعد إبراهيم على بيت المقدس. الآن جاءت الخلافة أو جاء الإسلام، ذوب كل الديانات، ما كيش دين صحيح. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ما يقبلش ربي منه. تقولش هذا دين وهذا دين وهذا دين، كاش دين إبراهيمي ودين كذا، كله كذب وكله كفر. دين الوحيد هو دين الإسلام، لا إله الله محمد رسول الله. تحبون دخلوا قاع في الدين واحد أرواحوا. قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. انت راك متخذ عزير ابن الله، والآخر متخذ عيسى ابن الله، هذاك دير إله ودير إله، وتقول لي نديروا دين واحد إبراهيمي، هذا هبال، هذا ضلال، هذا ليس بالدين أصلا، هذا كفر وردة، نسأل الله السلامة والعافية. إذا بنينا الأمر هذا إخواني الكرام على عقيدة صحيحة، نفهم بعد ذلك أن الله عز وجل لما ذكر بني إسرائيل في القرآن 41 مرة إنما هم بنو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب وليس الدولة اسمها إسرائيل. وبنو إسرائيل هم من؟ بنو إسرائيل هم الناس الذين كانوا مستضعفين، كانوا مع موسى، اتبعوه مسلمون. وبعد ذلك لما حولوا الدين تاعهم وعاندوا، وجد لهم ربي عز وجل حولهم من قوم مفضلين، يا بني إسرائيل إني فضلتكم على العالمين، قالهم فضلتكم على العالمين. وبعدها لما غضبوه في مراحل عديدة، قال لهم ربي عز وجل غضب الله عليهم ولعنهم. ولينا احنا نقولوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولو مغضوب عليهم خلاص لعنهم الله إلى يوم الدين. ولذلك الآن من أسلم منهم قبل إسلامه، ومن لم يسلم فهو داخل في اللعنة إلى يوم الدين من اليهود. وهؤلاء لا يستحقون هذا البيت المقدس،
بيت المقدس للدين الصحيح للإسلام. هذه حقائق كثيرة كثيرة أردت أن أذكر بعضا منها حتى نفهم هذه القضية، ويجب علينا أن ندرس أبناءنا هذه الأشياء. لازم ثورة عظيمة ونهضة عظيمة في تدريس أبنائنا، خاصة المعلمين والآباء والأمهات في البيوت. اليوم ربي أعطاكم الأنترنت وأعطاكم أشياء كثيرة تستطيعون أن تنتفعوا بها. إلا ما تعرفش تقرأ، دير حاجة تثق فيها وحتى تفرج مع أبنائك حتى تنظر إلى التاريخ هذا وتتعلم هذا الأمر. وخلي أبنائك يعيشون القضية، الصغار وكبار خليهم يتعلموا القضية الفلسطينية ويتعلموا هذه الأشياء. الآن يا إخواني الكرام نرجع إلى كلام ربنا تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، يعني انتهروه. ازدجر بمعنى انتهروه وخيبوا أمله، وهم قوم نوح، وهم القوم الأول، أول قوم أشرك بالله تبارك وتعالى. فبعث الله نوحا عليه السلام وهو أول رسول بعد آدم عليه السلام، هو أول رسول على الإطلاق، وهو أول أولي العزم من الرسل بعد 10 قرون أو 10 قرون من آدم عليه السلام. كان الناس يعبدون الله وحده لا شريك له ولا يشركون به شيئا من آدم حتى نوح، قوم نوح. ولما جاء قوم نوح بدأت الشرك كما ذكرنا من قبل، ود وسواع ويعوق ويغوث ونسر، وهم رجال صالحون غلوا فيهم فجعلوا لهم مقامات ثم تصاوير ثم تماثيل، ثم جاءت أجيال. شوف كيف ما تعلمش الجيل وش يسرى، جاءت أجيال فقالوا وش التماثيل، قالوا هذا ما والله ما لبنا خاتش ما يعرفوش، لأن الناس اللي كانت تعرف ماتت. وهذوك الناس اللي كانوا، اسمع مليح البدعة كيفاش تبدأ والشرك كيفاش يبدأ، هذوك الأولين قالك احنا هذو ناس صالحين مش ما نسوهمش، ندير لهم علامات وين كانوا يقعدوا بكري، ومن بعد قالك هذوك العلامات يروحوا، ندير لهم تصاوير تصاورهم في 5 مش ما نسوهمش، مش نخلدوا الأمر لأبنائنا. شوف واحد كيما يعرفش يخلد الأمور لأبنائه، كيما يعرفش يدير التمرير، عملية تمرير العلم للأجيال، كي يدخل البدعة والضلال. قالك نديروا لهم إذن التصاوير هذه ما تروح مع الزمان، كاين حاجة ما تروح، شو هي؟ تماثيل. يلا نديروا لهم تماثيل في 5 باش حنا ولادنا دائما يذكروا الصلاح يذكروا الخير. شوف الإنسان كي يبتدع ولكن ما يعرفش يمشي، باش ولادنا يذكروا الخير يذكروا حاجة ما شاء الله يذكروا كذا. ومن بعد واش نديروا؟ ماتوا الناس وجاو جيل جديد ولا يقولوا هذا شكون هذو ما والله ما قال لك وقيل هذو ما ايه وقيل كانوا والدينا يعبدوهم يا يعني نبداو نعبدوهم. وبدا الشرك اول مره في الارض بدا بهالطريقه. اشتريك انت بعض المناسبات اللي تبدا انت تقول راه شويه حلوه الدراري برك هكذا ما شي حاجه وكذا، هذيك من بعد تخلصها غاليه، راح تمرر امور ماشي ملاح. لازم توقف ولادك عند السنه وحدها والبدعه وحدها، وقال هذه لا ماشي هكذاك برك، ماشي شرينا حلوه انيفرسير كذا، ماشي عادتنا ماشي عادتنا، ماشي تاعنا الانيفرسير، ماشي تاعنا. كاش مش انت واحد يفرح كي يتقدم الى القبر، كاش مش واحد داوي رايح للقبر وفرحان، رايح للقبر وفرحان. ما عندناش حنا عندي عيد الميلاد هذا ابتكره النصارى مش تاعنا، في ديننا لا يجوز. تعرفوا اليهود المتدينين الان لا يجيزون عيد الميلاد، يحرمون عيد الميلاد تاع النصارى مش تاعنا اصلا. يعني هذا من علاماتهم، وعنده علاقة بماذا؟ عنده علاقة بأمور عقدية فاسدة، وهذا الكلام تكلموا عليه في مرة أخرى إن شاء الله. احنا نطبقوا برك معليش هكذا غير فرحنا تفضل كذا، وبعد مع الوقت يوليو الناس كاع يديروها، وتنتشر البدع والتشبه بالكفار والعادات السيئة، ويولوا المناسبات المحرمة، ويولي الأمة تغرق كما غرقوا قوم نوح. وبعد ذلك جاء نوح ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لما نهاهم نوح كانوا يستهزئون به، وهذا ذكره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فبين له عاقبة المكذبين. قالوا شوف الآن لما جاء نوح كان الناس يستهزئون به، الله عز وجل قيل أن نوح آمن معه 18 إنسان وقيل أكثر من 80 إنسانا. قال له الناس ماذا تفعل، وهو كان أمره الله يبني في سفينة عظيمة كبيرة، سفينة كبيرة جدا يبني فيها في صحراء. قالوا له ماذا تفعل في صحراء، ويضحكون عليه. قال فسوف تعلمون، يعني تستهزئون. قال أنا الذي سأستهزئ بكم مرة أخرى وستعلمون من يأتيه عذاب يخفيه. فجاءهم بعد ذلك الطوفان وأخذهم الله، الطوفان هذا مسح كل من على الأرض،
لم يبقى أحد، يعني كمل البشرية كلها، وأبقى فقط من كان مع نوح، ومن كل زوجين اثنين من البهائم الأخرى. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. فقال الله تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح فكذبوا عبدنا، اللي هو نوح، كذبوها. وربي سبحانه وتعالى لا يوجد يا إخواني الكرام، لا يوجد مرة واحدة لم ينتصر الله عز وجل الحق. ويقولون قاعدة وسنة كونية لا تتخلف، جعلها ربي في الدنيا، وهي أن الحق لن يضيع ما دام وراءه مطالب. دائما ما دام كان يطالب حقه، ربي ما يضيعش هذاك الحق ابدا، ما يروحش عمره، ما راح الحق، لان الله عز وجل اقام السماوات والارض على الحق. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فكذبوا عبدنا، يعني عبدنا الذي بعثناه اليهم لينصحهم. فقال الله عز وجل: وقالوا مجنون، قالوا مجنون، وهذه طبيعه المكذبين واهل الضلال، عندهم الا السب، ما يقدرش يقنعك بلي انتك على باطل، إما يقول لك روح أنت إرهابي، ولا أنت مجنون، ولا أنت متعصب، ولا أنت راح ترجعنا للعصر الحجري، ولا أنت كذا، ما يقدرش يقول لك ما عندكش الحق، لأنه هو عارف على روحه أنه على باطل. لذلك من علامات أهل الباطل أنهم يلمزون ولا يفندون، ما يقدرش يجي كي تقول أنت يا فلان اتق الله كذا منا، روح تصلي ماكش تصلي كذا، هو خلاص هو عارف روحه باللي راهو غلط، ماهوش يصلي، وماهوش حاب يتقبل الحق، واش يدير لك؟ يدور يسب عليك أنت. يقول لك شفناهم يصلوا، لازم يسب، لازم يرد بهذيك الطريقه، ما يقدرش يقول لك لا لا الصلاه ماشي مليحه، ما يقدرش يقول لك، لانه عارف انه غلط. ولكن دوك باش يغطي الغلطه تاعو التي لا يستطيع ان يجد لها حجه ولا سلطانا، ماذا يفعل؟ يسب ويلمز. هكذا قالوا لنوح، قالوا انت مجنون وازدج زجروه، قالوا لنرجو منك، قالوا لتكونن من المرجومين، قالوا له ما تزيش تنصحنا والا نرجموك بالحجاره. لما هددوه الله عز وجل قال: اصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا، غلق ربي البيبان عليهم خلاص. قالوا خلاص ما تزيش تخاطبني في الذين ظلموا، من بينهم ابنه وزوجته. ضرب الله مثلا الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط، امراته خانته في الدين، كانت على دين الكفر، وزيد على ذلك ابنه كذلك، والله عز وجل بعث بعذابه، قالوا اصنع فلكا، اصنع سفينة. ولما صنع السفينة بألواح وخشب، قال الله سبحانه وتعالى: هناك سبب. وهذا السبب يا إخواني الكرام ديروا مليح في بالكم، بلي ربي عز وجل ذكرنا الأنبياء كامل في القرآن، ذكرنا الأنبياء
والأنبياء هذو عندهم أعمال كثر. يعني أنت تجيب نبي تحكي عليه، تخيل نبي تحكي عليه، عنده الرسالة اللي يقدمها، وعنده الجهة العائلية تاعه والحياة البشرية، وعنده العبادة تاعه من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك من العبادات والأذكار، وعنده كذلك مواقف كثيرة النبي. ولكن هناك شيء ذكره الله عز وجل لجميع الأنبياء، وشن هو؟ دعاء. دعاء حبيبينا ربي سبحانه وتعالى بالدعاء. قالك وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، تنحى المرض. وزيد وش صرام بعد؟ وذنون، ذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه من الغم. الآن شوف دعاء تفرج. زكريا عليه السلام كان رجلا عقيما وشيخا كبيرا، قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. كل هؤلاء الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. دعاء. إلى ما ركش تدعي ربي سبحانه وتعالى إن لم تكن تدعو ربك عز وجل في السراء والضراء فلا علاقة لك مع الله، لأن الله عز وجل جعل الدعاء هو العبادة. يعني مقدار، وعليه قال الدعاء هو العبادة، يعني لأن خلاصة العبادة كلها في إظهار شيئين اثنين، خلاصة العبادة وخلاصة العلاقة مع الله في إظهار شيئين اثنين. وشن هما؟ لابد من ذكر أو الاعتراف بغنى الله المطلق، بأن الله غني غنى مطلق وكل شيء في يده سبحانه وتعالى، وأن تعترف بأنك أنت فقير فقرا مطلقا وليس لك حول ولا قوة. ولذلك كان من أفضل الأذكار لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى يقول مدار علاقة العبد بربه ومدار العبودية كل هذا خلاصته في ماذا؟ في إبراز غنى الله وفقر العبد. وهذا كله هي علاقتك أنت مع ربي. أنت علاقتك مع الله تتقوى بقدر قناعتك بغنى الله المطلق وأن له ملك السماوات والأرض وبيده كل شيء، وبقناعتك بأنك أنت لا حول لك ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. إذن وش يولي عندكم بعدها؟ اتصال مباشر مع الله تدعوه في كل صغيرة وكبيرة. في كل صغيرة تمر تدعو الله عز وجل، تضيق عليك الكروب تنزل عليك الكروب تدعو الله تبارك وتعالى، الأمراض تدعو الله عز وجل، ضائقة الديون تدعي الله سبحانه وتعالى، أي شيء من المشاكل إلا وأنت لك دائما علاقة مع الله، سواء كان دعاء الذكر أو دعاء المسألة، دائما في الرخاء وفي السراء والضراء وأنت دائما تدعو الله عز وجل. هكذا حكى الحل الأنبياء، ربطة كبيرة مع الله سبحانه وتعالى الدعاء هذا. ولهذا الذي يستهين بالدعاء لا ثقة له بالله، والدعاء دليل على عبوديتك وثقتك بالله. لما كل حاجة أنت دائما تدعي في ربي سبحانه وتعالى، علاه تدعي؟ علاه كلش تدعي ربي عز وجل؟ علاه عندك ثقة في الله. ثقتك في الله هي التي جعلتك تكثر من الدعاء. وهنا نفهم لماذا الدعاء هو العبادة، لأنك أنت كثير الدعاء معناتها أنت عبادتك قوية. لماذا قوية؟ لأنك أنت تعترف بأن الله غني غنى مطلق وأنت فقير فقرا مطلق، ولهذا تدعوه دائما. دعاؤك له المستمر يدل. أما إذا استغنيت ما تحتاج، أي هانية الدنيا تقول لي ما تلفتش يدك تقول يا رب، عندنا كلش ما نقولوش يا ربي. وهذا الإنسان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ما يحتاجش ربي. علاه نقول يا ربنا؟ علاه نقول يا رب؟ ما عندي كلش، الماكلة شراب الصحة كلش كاين، والدنيا واجدة والشمس طالعة والحمد لله، وعلاه أنا نقول يا ربي؟ هذا الغلطة احنا. أما كونك أنت كاسب كلش عندك كلش تعترف بأنك فقير يا الله ودائما تقول يا رب يا رب، أقل شيء تقول يا ربي أديم علينا النعمة، وأقل شيء تدعي الله عز وجل به تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني كثرة الاستمرار في الدعاء دليل على عبوديتك لله واعترافك له سبحانه وتعالى بالغنى المطلق وفقرك المطلق. يقول الله تبارك وتعالى فدعا ربه، شوف قبل ما يجي الطوفان قبل كلش، نوح دعا ربه قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. لماذا؟ لما تعجز قوة البشر تتدخل قوة رب البشر.
ونسأل الله أن تتدخل قوة رب البشر في غزة. لما يعجز البشر ولا يستطيعون فعل شيء، قال ابن القيم رحمه الله: إنا قوم متوكلون ونتخذ الأسباب، ومن تمام توكلنا على الله أننا نتخذ الأسباب. ربي عز وجل قال: إن تنصروا الله ينصركم، وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فإذا نحن من تمام توكلنا على الله أننا نتخذ الأسباب. قال ابن القيم رحمه الله: لما يفتقد الإنسان الأسباب، ما قدرش بيخدم الأسباب، ما قدرش، يصير التوكل على الله هو رأس الأسباب. واذكر قصة الإنسان اللي كان كما جاء في صحيح البخاري، القصة الإنسان الذي اقترض مالا من صاحبه وعطاه موعد، مدلو موعد، وقال له: بيني وبينك الموعد الفلاني. قال له: من يضمن؟ أين شاهدك؟ أين ضامنك؟ قال: الله. أين ضامنك؟ الله. شهود؟ الله. الضامن؟ الله. أعطاه المال، موعدنا يوم كذا وكذا. راح الرجل سافر وتعطل، جاء الموعد وتعطل باش يرد المال إلى صاحبه. يريد أن يقيم ماذا؟ يريد أن يوفي بعهده ووعده، يرجع المال في وقته. يعني هذا ما كاش يدرك، مش موجود في زمننا هذا. يحب يرجع ماله في وقته. ماذا فعل؟ راح وقف عند النهر وأراد أن يصل، ولا ركوب، ما كاش مركب، لا يوجد مركب. ماذا فعل؟ حط المال في قصبة وحرزها وألقاها في البحر. قال: اللهم إن كنت أنت الضامن وأنت الشاهد. قال: فها أنا ذا استودعتك هذا المال، وصلها له يا ربي، أرماها في الماء. بالنسبة لنا نحن هذا جنون، افتقد ما عندوش أسباب، وصار صار التوكل على الله هو رأس الأسباب. فاللهم إنا استودعناك إخواننا في غزة يا رب. فلذلك وش دار هذا الإنسان؟ استودع ماله، راح المال وده ربي سبحانه وتعالى، وصاحبه على شاطئ البحر من الجهة الأخرى يريد أن يوقد نارا، يبحث عن حطب، جاب هذا الخشبة ضربها، فإذا ماله موجود بقيمته التي أرادها من صاحبه، وفاه أجله. الآن هذا التوكل على الله تبارك وتعالى. احنا أحيانا انت وش دير؟ تجبد 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 تجبد، ما كاش، درت هذيك ورقيت ما كاش، اديت لطبيب ما كاش، ما كاش نتيجة، وهنا ما كاش. ألجأ إلى الله وتوكل على الله وادعو ربك سبحانه وتعالى. خلاص ربي يقول لك: أرواح اللي عندي وريح، أريح أرواح اللي عندي وريح عند العتبة تاعي، وريح ما تريحش، خلاص فقدت الأسباب، راح كلش، درت كلش وما كاش الله غالب. أبكي عند عتبته سبحانه وتعالى وتوكل على الله، وانتظر من الله الفرج وثق به سبحانه وتعالى. هكذا نوح، أمة تستهزئ به. وعلمك لما يكون المحيط تحس روحك شاد في وسط المحيط، تخدم في سفينة في الصحراء والناس جوج تستهزئ بك، شك دير أمة على بالك؟ أمة تخيل وحدك أنت في العالم كاع وناس تحكي عليك، أنت عندك علاقة مع الله وناس تستهزئ بك. فدعا ربه دعاء: إني مغلوب، ما عندي لا قوة لا سلاح لا جيش لا والو، فانتصر. المظلوم إلى ربطك مع ربي اتفرد فيك، المغلوب إلى ربطك مع الله اتفرد فيك. ولذلك قال: إني مغلوب فانتصر. فانتصر الله حق الانتصار. أبوش دار ربي سبحانه وتعالى؟ سخر جنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ففتحنا السماء بماء شوف السماء كيفاش فتحت، ماء منهمر، مش شتاء. شتاء كما قال ابن القيم رحمه الله: من رحمة الله بعباده، ينزل ربي الغيث، نسأل الله أن يغيثنا، وتجي قطرة، كل قطرة وحدها. لو كان يتلقوا القطرات ويتخالطوا في السماء ما يتقيسوش، قطرة ما تقيس خطها، قطرة ما تقيس خطها. من آيات ربنا سبحانه وتعالى تنزل السماء وانت ماشي وهي تسقي في الدنيا، ما تريب لك حاجة مولو. أتخيلوا كان يهبطها ربي شغل بيادن بيادن، يهبطها هكذا مرة واحدة، تهدم البيوت وتقتل البشر وما تخلي حتى حاجة، وتخرب الزرع وتنحي وتقتلع الأشجار، يعني وتجيب لنا التراب وكل شيء، يموت الناس. هكذا كان في قوم نوح. فتح السماء بماء منهمر، فتح ربي عز وجل هذيك السماء وخلى الماء يهبط مرة واحدة، مرة واحدة الماء يهبط. وفجرنا الأرض عيونا، يعني الينابيع حتى الأرض، لأن الفيضان كيفاش يصير الفيضان؟ أن ينزل المطر من السماء على أرض لا تبتلع الماء، الأرض ما تبلعش الماء، وتولي بعد وش يصير؟ يولي هذيك الأرض هذيك مباشرة يرتفع مستوى المياه، لأن الأرض ما يشتبع ما كاش.
بالعكس في قوم نوح ماذا فعل الله عز وجل؟ فجر الأرض عيون، ولت الأرض هي تمد الماء ثاني، والماء يجي من فوق كذلك من عند الله، والماء كيف يجي؟ ما يش الشتاء كما هذيك تاع الغزيرة ولا استوائية ولا ما يش هكذاك، راه ما منهمر، يفتح ربي السماء فتحها كاملة، فتح السماء كاملة والماء هبط جملة واحدة عليهم، وفجر الأرض عيون. قال الله سبحانه وتعالى وفجرنا الأرض عيون فالتقى الماء على أمر قد قدر. شكون قدره؟ الله. التقى ماء الأرض مع ماء السماء، وارتفع المستوى منسوب المياه لدرجة عالية عالية جدا حتى غمر الجبال، لأن الأصل في الفيضانات ألا تغمر الجبال في التاريخ، الفيضان العادي ما يغمرش الجبال أبدا. ولهذا كان ظن ابن نوح وش ظنه؟ كالعادة كش فيضان طلع فوق رأس الجبل، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وش يعصم؟ هو الجبل في ذاته غرق، ربي عز وجل أخذ الأرض كلها، ما أبقى أحدا، نجى فقط من كان على السفينة من نوح ومن تبعه ومن كل زوجين اثنين. قال وحملناه على ذات ألواح ودسر، ليقول دسر بمعنى المسامير أو أضلاع السفينة أو واجهة السفينة. حمل الله عز وجل نوح ومن معه على ألواح اللي هي السفينة، مجرد ألواح الله عز وجل أفدها، وكانت قادرة هذه السفينة كذلك تروح في الفيضانات، ولكن الله حملهم. قالت وتجري بأعيننا، أي على مرأة من الله تبارك وتعالى، ورقابة ربانية وكلاء وعناية من الله سبحانه وتعالى، جزاء لمن كان كفر، وهذه فيها إثبات العين لله تبارك وتعالى. قال جزاء لمن كان كفر، جزاء لهم، وحتى يغيظ الله تبارك وتعالى الكفار وهم يغرقون في غرقهم ينظرون إلى النجاة، هذا الرجل الذي كنا نستهزئ به في يوم من الأيام. قال ولقد تركناها آية فهل من مدكر، تركنا هذا القصة آية فهل من مدكر. وهذا بعدما ذكر الله عز وجل حال قريش، ذكر لهم الله تبارك وتعالى الذين كذبوا مثل ما كذبت قريش، انظروا ماذا وقع لهم، لعلهم إذا، وقريش تعلم بالحكايات، حكايات الأنبياء، فجاء التهديد بشيء سبق، بشيء سبق. قال فكيف كان عذابي ونذر، يعني كيف كان عذابي ونذري، يعني أنذرتهم، وكيف كان هذا العذاب، انظر يعني كيف كان عذاب الله شديد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فبطش ربنا سبحانه وتعالى شديد جدا، ولذلك قال الله عز وجل فهل من مدكر، يعني هل إنسان يسمع مثل هذه القصص ويتذكر ويعتبر، لأن الأصل في هذا الأمور العبرة، وهذا الذي قال فيه الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ولهذا يقول علماء التفسير القرآن الكريم كتاب عبرة وليس كتاب تاريخ، كتاب عبرة وليس كتاب تاريخ. والإنسان كيكون يقرأ في القرآن على أنه كتاب تاريخ يولي يبحث على تفاصيل القصص، يقول لك هذه القصة هذه أنا سمعت باللي مرت فلان واسمها كذا ومرت فلان واسمها كذا، وهذاك فرعون كان عنده البطانة تاعه شحال من عددهم وأسماءهم، وفلان كان نبي الله فلان عنده زوجته واسمها كذا، من إسرائيليات، إسرائيليات. لماذا؟ يريدون أن يوصلوا حلقات القصة، لأنه إحنا ولفنا في الأفلام وغير ذلك كيحكي لنا واحد قصة نحبوها يعني بتفاصيلها، لماذا؟ حتى نتمتع، حتى نتمتع بالقصة وبتفاصيلها، كيفاش زادوا عنده الأولاد، كيفاش كذا. كم من نبي لم يذكر الله تبارك وتعالى اسمه ولا أولاده ولا زوجته من هي، ولم يذكر تفاصيله الله تبارك وتعالى. كم من نبي لا نعلم كم عاش، ما على بالناش كم عاش، لماذا الله عز وجل لم يذكر لنا هذا؟ لماذا هذا الغموض إن صح التعبير في بعض القصص؟ بعض القصص يبقى الإنسان يتساءل عن بعض التفاصيل ولا يجد لها جوابا، إلا ربما في بعض الإسرائيليات المكذوبة وقد لا يجد فيها. فلماذا يبحث الإنسان عن التفاصيل؟ لأنك أنت تقرأ القرآن على أنه كتاب تاريخ، أحب تعرف التفاصيل للمتعة، وهذا خطأ.
لابد أن تقرأ القصص في القرآن للعبرة. ولهذا عز وجل قال فهل من مدكر، وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يعني هذا القصص كله ما جعلته لكم إلا لتأخذوا منه العبرة. إذن لا يقص لنا الله تبارك وتعالى من القصص إلا ما كان فيه عبرة. ولذلك هناك بعض القصص فيها عبر من جهات عدة، من جوانب عدة، مثل قصة يوسف عليه السلام، قصة الخضر مع موسى، وكذلك بعض القصص اللي فيها تفاصيل الله عز وجل يفصل لنا فيها بدقة. بل نجد أحيانا بعض الأحاديث كما قصة الخضر، نجد بعض الأحاديث عند النبي عليه الصلاة والسلام يزيد يفصل لنا بدقة في القصص القرآني، لأن تلك المقاطع أو تلك القصص بالأحرى فيها عبر في كل لقطة. مثل قصة يوسف عليه السلام فيها عبرة من الناحية الاجتماعية، من ناحية الصحبة، من ناحية قدر الله تبارك وتعالى، من ناحية الظالم والمظلوم، من ناحية التمكين، من ناحية العفو والصفح، من ناحية العفة، من ناحية الرزق، من نواحي عدة كثيرة جدا. هذه كلها تأخذها أنت عبرة، لذلك جعل لها الله تبارك وتعالى تلك التفاصيل تفاصيل. فالقصص الأخرى ليس فيها تفاصيل مثل هذا. لماذا؟ لأنك تأخذ منها عبرة وخلاص. يكفيك من قصة نوح ما ذكر الله، يكفيك أن هؤلاء قوم كذبوا نوحا فأغرقهم الله تبارك وتعالى، أغرقهم الله عز وجل وجعلهم آية فهل من مدكر. هذا هو الأصل في القرآن الكريم، ونحن أمة نحتاج إلى أن نرجع إلى تدبر القرآن حتى نأخذ منه معالم وأسس المشي والسير إلى الله تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ونحن بين الأذان والإقامة أن ينصر إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي سائر بلاد المسلمين، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدمر أعداءهم أجمعين، ممن حالف اليهود ومن نافق المسلمين ومن خانهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كيد الكفار في نحورهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. استووا، سدوا الخلل، استقيموا وتراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سميع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.